أحرف، ثمان أحرف أم تسع أحرف؟ يسمونها استعلاء لأنها ثقيلة. سم؟ يسمونها بالاستعلاء لأنها ثقيلة بالنطق. سبع أحرف، ثمان أحرف، تسع أحرف. ركزوا، بقدم لكم اسم ثانية. الهمزة ما تلعب. ثبت ثمان. 15. ثبت ثمان. ثبت ثمان. متأكد؟ صدفة تبي سبع ثمان. عبد العزيز. ثبت ثمان. ثبت. عبد العزيز من أعطاك الإجابة أو صدفة من أعطاكم الإجابة هذه؟ عدينا الحروف. وش الحروف؟ لا شتاء لا. صارت ثمانية. بدو الهمزة سبعة. حلو. شك كيف بين سبعة ثمانية؟ لا صدق من يعرف حروف الاستعلاء؟ منها كذا حرف. لا. لا. الحروف ثقيلة بالنطق. لا. لا. بعلمكم إياها بعد الفقرة إن شاء الله. هي حروف ثقيلة حتى بالنطق لذلك سموها بالاستعلاء. طيب ما علينا. انتقلنا سبعة. طيب أوكي. طيب قلت ثمانية وتمنيت أنا كداخل أن تكون إجابة خطأ يا صدصد كذا مزاج أبغى تكون خطأ لكن للأسف خطأ. إيش؟ لا للأسف إنه برضو خطأ. ممتاز سبعة صح؟ الإجابة الصحيحة سبع أحرف. سبع أحرف. والله يقول لك سبعة. صدصد. من اللي يسكت؟ من اللي يسكت؟ من اللي يسكت؟ أنا. وين 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 رايح؟ أنا. كذا عاد طبيعي. سبعة ثمانية. طيب اوكي تكفى يا حلو ما اخترت حلو جاي السؤال المجموعه الرابعه